السلام عليكم متابعين ديالي كاملين، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في لاشين ديال شين وملاك. كما راكم تشوفوا لاشين ديال شين وملاك متنوعه بجميع المواضيع في اليوتيوب، طبخ، روتين، جولات، بلوغات، مشتريات، يعني سفرات. بغيت نوريكم، نقدم لكم هذا النهار غادي نديروا سفنج مغربي اللي في الخارج مساكن الله يحسن العون ما كاينش سفنج عندهم، يديروه هما بيديهم في ديورهم. غادي نقدمه لكم. ها هو كيبان لكم هذا السفنج اللي درتو، شوفوا كي جاي يعني مقرمش وجاي خفيف. شوفوا نقطع معاكم، شفتوا حتى التقرميله مقرمل. المهم هذا هو السفنج، نتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوا المقادير. وصراحه حاجه غزال. ويلا بقوا معايا حتى التالي باش تشوفوا يلا غادي ندير الطريقه. كما راكم تشوفوا دابا غادي نبداو نديروا السفنج. غادي نحتاجوا المقادير بسيطه، نحتاجوا جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق، يعني في نفس اللعب النبيه غادي نعبروا. الى ربنا بالكيسان نعبروا بالكيسان، يعني الكاس اللعب النبيه ولا الحاجه اللعب النبيه نعبروا بها كلش. نعبروا كاس ديال الماء دافي، شويه ديال الملح، خماره معجونه، هيا معلقة هكا صغيرة 10 غرام، يعني معلقة صغيرة ديال الخل باش يجي مفشفش. المهم دابا غادي نبداو نخدمو كاع العناصر. المهم إلا درتو بزلافة يعني ديرو زوج زلايف زلافة ديال الما. المهم الحاجة اللي ديرو ديروها. غادي دابا نخدموه، غنديرو هنايا هدا كنقولوا له بعدا باش نصفيو به الفرينة. نديرو الفرينة نغلوها، ندنا معلقة ديال الخمارة، الغربال الصغير هذا مشات لي سميتها الغربال عجيب. شوفوا البنات هذا الغربال مزيان، يعني اللي يسهل عليك المأمورية. هذا كنت شريته من اكسيو البنات. راني غادي ندير شويه د المليحه، راني درت الخماره كما راهي بالكم. غادي ندير الخل، معلقة خل على حساب باش يجينا السفنج مهش يعني هشيش، نقولو مفخفخ وهشيش. نديرو معلقة، هدا هو السر ديال السفنج ديالنا. دابا غادي نعجنوه بالماء، يعني كاس ديال الماء. البنات شفتوا راني درت لها كاس ديال الماء. دابا غادي نعجن، نبقى ماشيين على هذه المرحله حتى تدلك معنا كاع هاد العجينه. وجدوا البنيات يديكم راه باش تكدل كل السفنج كيكون صعيب يعني التدليك ديالها. واللي عندها يعني بغات دير في العجانه دير، انا ما درتش في العجانه يعني غير على هاد الشفيه ما درتش في العجانه، ديروا هكا في يدي. المهم ديكم مزيان حتى يعني كيما قلت لكم البنات 10 دقائق وتبدلكم بهاد العجين.
درت لكم كميه قليله البنات غير باش الواحد تجربوا كميه قليله، عاد واحد الا بغى يكثر يدوبلو يدوبلي المقادير. انا دائما من بغي ندير كان باش نوريكم ندير لكم كميه قليله. البنات كراه دايره العجين ديالنا رانا دكناها، يعني كتبقى تلصق في اليد خاصها. المهم ديكوها مزيان وفيها البنات غديرو معنا لونطرينمون. شتي دابا غادي نشدوها غادي نديروها باش تخمر ونحطوها تخمر. البنات شتو كراها لاصقه، خاص خصها تكون تلصق في اليدين وتخليوها البنات تخمر مزيان مزيان. شحال ما خمرت غتجيكم مزيانه. شوفوا كيما كيسفنج كيعجن العجينه في الليل والصباح على 5 الصباح كيبداو يطيبوا فيهم. وديروها البنات ديروا لونطرينمون مع العجينه ديال السفنج فيها الدليك بزاف. المهم هذه هي غادي نغطيوها باش تخمر. بقاو معايا حتى التالي. طبعا نشوفوها وهنايا العجينه ديالنا خمرات. غادي نديرو السفنج، غادي نشدو هاد الصينيه ندهنوها بالزيت ونغمسو يدينا هكا بالزيت باش ما تلصقناش العجينه. كما كتشوفو العجينه يعني خفيفه. هما يعني ما درتش بزاف، درت 5 د الحبات. دابا كما كتشوفوا هي هنايا الزيت عندنا، هذه فيها كاسرو فيها الزيت بزاف. هنا عندنا فيها شويه ديال الزيت وغادي نشدو غادي نغمسو يدينا هكا في الماء باش غادي نخدمو. غادي نشدو عجينة نسرحوها مزيان مزيان وغادي نحطوها هنا. البوطة هنا تكون البوطة مهيلة وهذه البوطة تكون مجهدة. يعني شوفوا عاوتاني يعني درت ليه هاد غادي دابا ندير واحد اخرى. ما خصنا نغمسو يدينا في الماء باش ما يلصقناش. كما راكم تشوفوا كي جا داير السفنج جا زويون. هذا نخليو فيها هنا طيب هذه ومن بعد ننقلوها هنايا. كما كتشوفو هاهي هادي راهي طابت، غادي نقلوها ونديرو ليها المقلة. ملي كديروها كديروها ديريكت على الوجه الاخر، ديريكت ديروها على الوجه اللي يكون ما طايبش. كما
هنا تكون في وجه وهنا تكون في وجه الاخر. شكرا اني ما كثرتش المقادير، بغيت ندير شويه على حسب الجزبيه اللي قالت لي يعني دير لنا السفنج باش تشوف. انا دابا السفنجه غادي اخرى نحيدوها نحطوها هنا وغادي نديرو هادي نديروها على وجه اخر. اخر سفنجه كما راكم تشوفوا البنات، هذا هو السفنج اللي قدمته لكم. نتمنى يعجبكم، نتمنى تجربوا السفنج وتردوا عليا. شفتوا الطريقه اللي درتها، طريقه سهله ومقادير يعني ساهله، ما درتش مقادير كبار. يعني اللي بغى يدوب لي المقادير باش يجيه بزاف يدوب لي المقادير، ولكن الواحد مني غيبغي يجرب في الاول يدير مقادير خفاف باش الا ما زدتلوش يعني ما يكونش ضيع بزاف. هذا هو السفنج مهم، نتمنى يعجبكم وشكرا لكل واحد ومرحبا بكم تاكلوا معنا هذه الطبسه ديال السفنج. شكرا لكل واحد مدعمني وكل واحد كيدير لي لايك وكل واحد كيدير لي المشاهده كامله، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وعلى البارطاج على كل حاجه كديروها لي. ان شاء الله بكم القناه ديالي تكبر، كنبغيكم بزاف 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 يا اغلى ناس. بيزو كبير لكم، يلا بسلامه حتى المره الجايه ان شاء الله. لا يعاون بسلامه.